تتميز الصناعات التقليدية التونسية بأن أحد القطع الأساسية في صناعتها هو النحاس، ويعد تقديم الأطباق التقليدية بالأواني النحاسية ضمن العادات والتقاليد التي تتوارثها الأجيال وتعتز بها لتجذرها في الهوية التونسية. النحاس مادة تفرض حضورها بقوة في الصناعات التقليدية التونسية، حيث تصنع منها أواني الطبخ والديكور وأطباق تقديم الحلويات، ويكثر الإقبال على شراء الأواني النحاسية ضمن التحضيرات للاحتفال بعيد الإضحى. وفي تونس إذا تحدثت عن الأواني النحاسية فلا يمكن أن تهمل ذكر مدينة القيروان عاصمة النحاس في البلاد. وفي سوق المدينة العتيقة بالقيروان محل العم الصحبي الذي يوجد هنا منذ حوالي 400 سنة يحكي حكايات النحاس، وتربط هذا التاجر علاقة مميزة مع كل قطعة معروضة. الناس تأخذ النحاس باش تطيب فيه، تأخذ الكروانة، تأخذ المقفول الكسكاس باش تطيب فيه الكسكسي، الكروانة باش تطيب فيها القلاية والحم الموصلي، وتأخذ زاد الحلاب باش تشرب فيه الماء، وتأخذ الطاجير باش تقلي فيه الحم، وتأخذ الفلوكة زادة. ولا يكون الاستعداد لعيد الإضحى مكتملاً إلا إذا تمت صيانة الأواني النحاسية القديمة أو شراء أخرى جديدة تستخدم لإعداد الأكلات التونسية الأصيلة التي تزين احتفالات العيد. عايدة، هذه السيدة القيروانية تقدم لنا دليلاً ملموساً على أن النحاس متجذر في عادات أهالي المدينة، وتعتبر ما تملكه من أواني نحاسية كنز العائلة الذي تتوارثه أجيالها وتفتخر به. حاجة عندها 75 سنة و70 سنة، معناها ديجا متاع مماتي ومتاع أمي، فهمتني؟ وحاجة معناها غالية برشا، معناها غالية برشا مش في الثمن متاعها، غالية برشا في القيمة متاعها. تحس الحاجة ديك معناها كينها حاجة ملكك أمك، فهمت شنو؟ عزيز عليك معناها. ونقول لك حاجة، طوى قد ما طوروا في النحاس طوروا فيه برشا برشا، وحلو زادا، مش معناها مزيان، ما ديما يقعد الحاجة الزمنية والحاجة التقليدية هي الحلوة. العديد من العائلات التونسية ما زالت تحرص على امتلاك الأواني النحاسية واستعمالها يومياً أو خلال المناسبات الخاصة والأعياد. محلات الأواني النحاسية في القيروان وفي بقية الأسواق العتيقة التونسية ليست مجرد أمكنة لعرض وبيع هذه الأواني ذات الطابع الأصيل والضارب في القدم، بل هي شاهد أساسي على الصناعات التقليدية التي تشكل الهوية التونسية الأصيلة. من مدينة القيروان لتلفزيون البحرين، نسرين رمضاني.